بعد 17 جولة من المفاوضات، أعلن وزير الموارد المائية والري عن تعثر جديد وضع خط النهاية لمفاوضات سد النهضة، حيث اختتمت اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية المعنية التي استضافتها القاهرة يومي 11 و12 من نوفمبر الحالي على مستوى وزراء الموارد المائية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، دون التوصل لاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار السد على دولتي المصب، على الرغم مما بذلته مصر من جهود عبر الأشهر الماضية لضمان استكمال الدراسات في أقرب وقت، بما في ذلك الدعوة منذ مايو 2017 لاجتماع على المستوى الوزاري للبت في الأمر، وما بذل من جهد في التوصل إلى اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 الذي كان علامة فارقة على مسار التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن الأمر وصل إلى الحد الذي وصفه الوزير المصري بالمثير للقلق على مستقبل هذا التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي، مشيرا إلى رفض كل من السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الفني الخاص بدراسات السد فيما وافقت مصر عليه، وفي الوقت الذي تخشى مصر فيه من التأثيرات السلبية لهذا السد على حصتها المائية، يصر الجانب الإثيوبي على أنه لا يستهدف الإضرار بمصر، وذلك تزامنا بتعهد الرئيس السوداني عمر البشير في أغسطس الماضي بألا تتأثر حصة الجانب المصري من مياه نهر النيل بمشروع سد النهضة الإثيوبي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده البشير مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم. 6 سنوات مرت على بدء العمل في بناء سد النهضة أعقبها عدد من المفاوضات بين الدول الثلاث، إلا أن الأخيرة منها أعلنت عدم التوصل إلى أي توافق حول النقاط العالقة. دليا علي، كلام تاني.